المصابيح والشموع والكرات الملونة تزين أي شجرة عيد ميلاد، إلا إنها في العراق اختلفت هذا العام، فعلى الرغم من قرار إلغاء مراسم الاحتفال بقداس عيد الميلاد، إلا إن شباب التحرير أقاموا شجرة من نوع آخر وسط ساحة العز، تزينت بصور الشهداء والأعلام العراقية واعتلتها النجمة، ذلك الرمز السماوي كتب عليها بخط واضح المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. محتجو التحرير قالوا إنهم رغم الآلام حاولوا مساندة أخوانهم المسيحيين الذين رفضوا الاحتفال إكراما لشهداء الثورة في صور تعكس مدى التلاحم والتعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد. إخواننا المسيح قدموا شيء رسالة كلش حلوة لباقي الدول، أنهم رفضوا الاحتفال بسبب الشهداء اللي طيناهم. احنا ردينا الرسالة وردينا الجميل لهم بالاحتفالية، وسوينا احتفالية بيوم 25 عيد المسيح، وهذا أبسط شيء نقدمه لأخوتنا. ولو احنا الشهداء اللي راحونا كلش إعزاز على قلبنا وكنا بداخلنا لجمة، بس لازم نمشي على خطاهم، الخطة اللي هم مشوا عليه، خطة الهتافات، خطة الفرح، الفرح العراقي اللي كانوا يهاتفون به. المحتجون قالوا إنهم الكتلة الأكبر وإنهم ضحوا من أجل العراق مطالبين بالتغيير. الشهداء اللي طيناها والدماء اللي طيناها زين، اعطيناها للتحرير، ما طيناها لوجوههم زين، ما طيناها لوجوههم على مود هم يسوون بيناتهم ويطلعون رئيس وزراء بيناتهم. احنا رئيس الوزراء احنا الشعب نطي زين، احنا الكتله الاكبر، مو هم الكتله الاكبر، احنا الشعب الكتله الاكبر زين. احنا اعطينا شهداء، احنا اعطينا دماء زين، وان شاء الله ان شاء الله زين رئيس الوزراء ان شاء الله احنا نخليه بدينا زين، واذا صار مو زين احنا هم راح نطلعه بدينا. يعني شنو هذا الرئيس الوزراء راح نخليه مال الشعب مو مالتهم مو مال الأحزاب. نريد الوجوه تتبدل، الوجوه تتبدل مو الوجوه نفسها. يعني هاي صارنا من 2003 ولهذا يوم الله، الوجوه نفسها جاي تنعاد علينا، تنعاد علينا نفسها. ليش؟ يعني ماكو هذا الشعب المظلوم، هذا العراق بالخيرات. أمنيات كثيرة في قلوب العراقيين بشتى دياناتهم، فهم يريدون أن يكون عام 2020 عام أمن وسلام على العراق، وأن يطبب جراح البلد، وكلهم يرددون ماكو وطن ماكو عيد.